السلام عليكم خوتي خواتاتي، الحمد لله اليوم الجامعة تفتح، كاين بعض الإجراءات الوقائية، مثلا تجي معك الصلاية، تجي موظف في الدار، وتدخل من الباب وتخرج من الباب، وكيعطوك واحد التيكيتة هي اللي كتدخل بها باش ما يفوتوش واحد العدد، باش ما يكونش ازدحام. الحمد لله كنتمنوا تكون هذه البداية، مازال في المغرب كذلك إن شاء الله غادي تحلوا الجوامع ويكون كل شيء بخير. خوتي تسناوني غنكمل لكم الفيديو من داخل. بزوال هذه الغمة وتلك الجائحة وبرفع البلاء والوباء عن البشرية جمعاء، نرجوه وندعوه سبحانه وتعالى أن ينعم علينا كما أنعم علينا وبلغنا العشر الأواخر من رمضان، أن يبلغنا ليلة القدر وأن يكتبنا فيها من عتقائه من النار ومن المقبولين الفائزين، إنه سميع مجيب. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، لقد أدركنا جميعا وتعلمنا درسا عظيما من هذه الجائحة التي مرت بنا ومرت بالعالم. هذا الدرس هو معرفة قيمة النعم، فالإنسان عادة لا يعرف قيمة النعمة إلا إذا فقدها، إلا إذا حرم منها. حرمنا نعمة المسجد ونعمة الجمعة ونعمة الجماعة لفترة من الزمن، ثم عدنا إلى بيت الله سبحانه وتعالى. من فقد النعمة ثم عادت إليه يكون أكثر استمساكا بها وحرصا عليها، فلنحرص على بيت الله سبحانه وتعالى. اللهم الله خير أخوتي، الحمد لله هو المسجد، نقدر ندخل مره اخرى باش نصور لخوتي شي حاجه. حنا كملنا دابا الصلاه، الحمد لله كملنا الصلاه، ودابا بغيت ندخل، واش غادي نقدر ندخل ولا لا؟ خوتي المسجد هو هذا، حنا صلينا في البلاصة الأخرى، كانت كاينين جوج قاعات فاش كيكون بنادم بزاف كنصليو حنا في قاعة أخرى. المهم هذا هو المسجد أخوتي، مسجد ما شاء الله زوين وكبير. مسجد هو المسجد، الفوق كيصلوا العيالات النساء، الحمد لله مسجد زوين هنا في بون. بغيت نشارك معكم خوتي ونفرحكم بان الحمد لله المانيا المساجد تقريبا تفتحوا، ولكن كاين واحد حد ديستانس خاصك تحافظ عليه، حد المسافه تحافظ عليها، ولو المسافه ديالو مثلا دايرين باللصقة هنا، مثلا كاين ها واحد هنايا باش كيبان لكم اخوتي، ها واحد تا هنايا. المهم الحمد لله اخوتي صلينا، دابا غادي نمشيو ان شاء الله. اخوتي خواتاتي الحمد لله دابا كملنا الصلاة، ما قدرتش نصور لكم شي حوايج، لحقاش انايا كان خصني نصلي،
بغيت نشارك معكم الفرحة. الحمد لله لما المسجد كيتفتح من بعد كورونا، يعني الحمد لله الأمور غادا مزيانة إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله في المغرب كذلك أن الجوامع إن شاء الله يتفتحوا. وكنتمنى منكم أخوتي الالتزام بالوقاية وغسل اليدين، وراكم عارفين شروط النظافة. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى أن الفيديو هذا يكون خفيف ظريف عليكم ويفرحكم إن شاء الله، باش إن شاء الله في المغرب واحد السيمانة ولا جوج سيمانات إن شاء الله كذلك غادي تفتحوا المساجد، ونمشيو إن شاء الله نصليو عادي كما هنا في ألمانيا. أخوتي كنتمنى منكم أنكم تشجعوني دائما بلايك وبارتاجيو وتشاركوا المالا. كنبغيكم بزاف، السلام عليكم.